عسلامة. عسلامة أختي، مرحبا. مرحبا بيك. عايشك. موضوعنا ظاهرة السرقة والبركاجات في تونس، من يتحمل المسؤولية؟ الدولة. نجم تحكي بوجبها. كنت تقوم بوجبها، كل ما يتشد سارق ولا واحد بركاج يعملوا له قانون جديد. هل يعني يتعاقب عليها أكثر من لازم؟ عبارة جم تقتل. تعجم قتل، شدوا بركاج 3-4 أيام ويسيبوه. معناها قداش من جريمة قتل جراء البركاج؟ جراء البركاج على 2000 فرنك 5000 ولا حتى على الشركة بلاكيور. وصحيح صحيح ما ثمش. كاك الدولة تعمل قانون ردع. كل بركاج عملوا له قانون مثلا من 20 25 سنة. والسارق من 5 ل 10 سنين. تو تنظاف تونس. يولي أمور واضحة، حتمشي يعمل حاجة يخاف. يولي يقول القانون صارم. حتمشي يعمل حاجة يولي يقول الدولة دولة قوية وما نجمش نعمل لك الحاجة الفلانية. والبركاجات كل شيء. من قتل خدم. يبدا ما يخدمش كذا، يعمل بركاج باش ينحي شرك شعب كذا باش يمشي حاجه يعمل خايب وكذا ويسكر و... ما نتصورهاش جراء البطاله على قد ما تكون جراء تعاطي المخدرات. المخدرات والحراب مش واحد اللي قاعده تدخل وتاخذ شباب تو ماشي واقع. هذاك اللي خلى المجتمع يعني يدخل في متاهات مش يدري على روحه والمشي. ساسا يدخل يسرق وينهب ويدني ويحرق وكذا ويقول لك خير مريتش. وبعد وين يفيق يلقى روحه يعني عامل حاجه مش قانوني. الدوله لازم نعملها قانون. ماشي هانو كان ثم هاكل هاك يقول لي واحد باش يعمل حاجه يخاف. خاطر الدوله يلزم تقوم بواجبها اكثر من اللازم ويعمل قانون ردع اللي باش يبراكي من معني الحبس مش يعطي شهر وشهرين وست شهور بعد سيبه لا قانون باش تكون عبره للاخرين. ترى انه فما غياب ردع في خصوص الموضوع هذا؟ ثم غياب ردع معنا من الدوله. لكن كيفاش نجموا نعالجوا الظاهره هذه؟ يعني كان باش نتلهيو نعالجوا الظاهره نتاع البراكاج وحدها ما نجموش نلقاو حل. يظهر لي نعالجوا الظاهره اللي قبلها اللي هي تعاطي المخدرات الادمان. الادمان يتنحى من تونس. ولا يشدوا منهم من حاجه يعملوا له قانون. واللي قاعد يبيع ولا حاجه زاد يوقفوا عند حده باش ما عادش يعمل هذاك باش ما توقعش بركاجات ما توقعش مشاكل. ساعة حتى في الليل واحد مروح هذاك ما عنده حتى شيء يضربوه يقتلوه على ما ثم شيء. على سبايدر ولا مريول ولا سوال نحيوا وقتكاك. ظاهره جديده. ظاهره جديده ما كانش في تونس، ما كانش في عهد البائد قبل. خلاف هذا معناها الظاهرة الجديدة انه اللي يتعرض للبراكاج يتعرض زادة للعنف. للعنف وزيد ساعة يوصل لعملية قتل. يعني يضرب ضربة خايبة اللي يموتك البشر هذاك على حاجة تافهة. خاصة السيد ولا السيدة معناها تبدا بحرارة الروح ما تحبش تسيب ساكها ولا ما تحبش تسيب تليفونها. وكي يوقع معناها تضرب ضربة خايبة ويصير فيها. سيبك ساك يعني ما عادش فيها يعني. يا يضرب ضربة خايبة يا يستعمل معاه العنف أكثر من اللازم ولا يدزها. تيح على راسها تاع كذاك. فهمتي يقع عنده نزيف هكا يهزم تاعو يمشي يخليها مطيش. وضعنا مو القانون هذا يعملوا له الرد هذا يعملوا له قانون باش هانو كي باش انسى اي انسى باش يعمل حج ولا يخاف. يقول لك انا باش نعمل بركاج والدوله حكم عليه ب 20 سنه و 25 سنه عباره جام تقتل يولي يخاف. كون الدوله تعمل القانون هذا تو تنح البركاج تنح كل شيء تولي توز في خير ونعم بحول الله. في عاد البائد ما كانش هذي عاد باش يعمل حج يخاف. زيد القانون اليوم معناها يمشي حسب العمر نتاع الشخص. والفئة العمرية نتاع البركاجات معناها ما بين 17-18 سنة صغار يعني صغار. صغار معناها يعمل كعبتين حرامش ولا حاجة يخرج في متاهات مش يدير على روحه وش يعمل يعني حتى يبركي حتى دارهم يسر يبركي دارهم وبي وامه باش ينحي الفلوس باش يمشي ياخذ الحرامش ياخذ حاجة ومش يدير على روحه وش يعمل وقت اللي فيقي يلقى روحه معناها في متاهات مش يدير على روحه وش يعمل. لأنه عمره صغير طبيعي جدا مش يشد ما يشدش برشا يعني. لا حتى المعلم الصغير يتربى إذا بقى عمره صغير يمشي يعني يتربى في الإصلاحية يعملوا له خدمة ويعملوا له وشات ويقعد ثم. وقت اللي يتربى يخرج تولي عبرة للآخرين حتى باش يعمل حاجة يخاف حتى الوالدين عندهم دور. هو السجن حاجتين يا يتربى يا ينحرف. هذا معروف يعني. يعني شوف فما اللي يتربى. اللي ينحرف يعاود يرجع. مثلا من كيما حكموا عليه مثلا بخمس سنين ولا حكموا عليه بعشرة باش يتربى أكثر من اللازم. هاك شوف يعني على حاجة تافة يضرب. يضرب استاذ يضرب معلم يضرب أي إنسان يقول لك ما يهمنيش طول 17 سنة. ما في متى اول حاجه في سن المراهقه وثاني حاجه مش ديري على روحه واش يعمل كي يعمل كعبه حرمش بكذا على في فرانك ولا 5000 فرانك يبت البشر يعني سو خاطر هو من غير حرابش من غير مخدرات وصعب عليه انه باش ينجم يمشي ينحي حاجه الناس ما هذاك علاش يعني هذاك اللي يعني يعمل في حاجه مش ديري على روحه شو ينجم باش ينجم يعمل ويضرب ويقتل ويبدا ما يهموش خاطر عليه هذه الظاهره هذه موجوده كان في تونس في العهد هذا لا موجوده باختو الحقيقه هي موجوده معناها الظاهره هذه عالميه عالميه ركاجين موجوده باختو بين نعملوا لها الردع باش ترجع تونس ويرجع كل شيء كما كان الدوله قايمه بواجبها والامن قايم بواجبه لكن العباد ماشي معناها ماشي ما مستوعبه يعمل حاجه كوكو قايم باش نحي لي 5 ولا 6000 فرنك مش ياخذ بكارتين حراب باش نفيق باش نعمر طاس ومش يدير على روحه قاعد يعمل اذا انسان مثلا الدوله اذا تقوم بواجبها اكثر من لازم تو بحول الله يتنحى كل شيء
احنا المواطنين كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من البركاجات من السرقه؟ نحن نحموا رواحنا يعني يمشي في بلايص خطياته، نمشي في بلايص فيها العباد، مشيش في واحد في بلاصه واحده ولا يهز معاه ساك ولا يهز معاه حاجه ويلبس ذهب ويبدا يدور. لكن البركاج اليوم حتى معناها العباد تمشي وتجي. والعباد ما تقومش بها، اي انسان باش نشوفه انسان باش يعمل بركاج الناس كلهم في بعضنا ضدك الشخص. صحيح ياسر مسيو، هذا مجرد حديث الحقيقه. لا هذه اذا التوانسه، التوانسه حرار وقوموا بواجبهم، نشوفوا واحد يعملوا في بركاج الناس كلهم في معاه. ما خلوش خاطر اليوم عليه هو، اليوم غدو علينا. اذا ما وقفوش مع بعضنا راهو باش يصير فينا. زيد ماك تعرف مسيو المواطنين زاد يخافوا على رواحهم، حتى الامن بيدو معناها ينجم يتعرض للعنف كما شفنا المره الاخرى في الستاد، يعني الامن تضرب، فهمت تضرب. يعني واحد ما عادش ينجم يعرف كيفاش يحمي روحه اليوم. يحمي روحه بروحه، معنى ما يهزش حد شيء اللي غالي ما يهزش حد شيء، ها ما عندي حد شيء، حتى جار التليفون تاع فيها 10,000 فرنك، عندك حاجه هيك باش تاخذك خليه يمشي. اما هو اللي هي البركاجات كلها ما نحرمش، المهم الزاتلم برشا حاجه، هذيك تخلي انسان يخرج من وعده. مش يدير على روحه الشعب. وكان الظاهر هذه يتنحل يتسكر علينا مع المخدرات والحرب باش تدخل تونس، بحول الله تنقص البركه. يعني اليوم معناها الانسان ما عادش ينجم يخرج بالذهب، ما عادش ينجم يشد تليفون على راحته مرتاح. على التليفون غير ما عادش يخرج ياخذ التليفون بتاع 10,000 فرنك. حاشك بها هيك خذ سيدي اعطيني الكيس خذ التليفون. يمشي في الشارع يبدا يعس من هون شكون هذا، حتى المظهر ما عادش نجم تحكم عليه اليوم. خاف حتى الامن تقول له بدي ورا فلان عمل عمل، قلت له خاطر تحمل مسؤوليتك. الامن زاد يولي يخاف على روحه. حاجه وكان يعني القانون الجديد اللي يخرجوا مثلا اعوان الجيش يديروا مع الامنيين بحول الله تونس تنضاف، خاطر ما المواطن ما يخاف كمل الجيش. الامن يقول لك خينا ما عنده ما يعمل ما عنده كذا، ويعني الامن زاد ولا يخاف على روحه. اذا يخرجوا اعوان الجيش مثلا مع بعضهم بحول الله تنقص ظاهره البركاجات والسرقه وكل شيء، خاطر يقول لك الجيش ما يرحمنيش. كي شفت ما يرحم، هما يتعاونوا مع بعضهم بحول الله تتنحى كل شيء. ترجع تونس كما كانت، خاطر الجيش هو قدوه البلاد بحول الله. باش تنصح العباد اللي تقرا خاصة معناها التلامذة اللي يقراوا اللي يمشيوا ويجيوا ساعات ينجموا يروحوا مخر، ولا النساء اللي قاعدة تخدم باش تنصحهم باش يحميوا رواحهم من البركاجات؟ يا ننصحهم يحمر روحهم يروحوا بكري وكل واحد يشد داره. هل خرجة وهل تفزعيك وهل يلبس مثلا يلبس هكا ولا ماذا بيه واحد يتنحى يمشي ينظم يروح بكري يشد داره. هل البركاج مربوط بمكان معين ولا تنجم تلقى بركاج في أي بلاصة؟ في أي بلاصة. تبدا حتى ماشي في الواحد يعمل لك بركاج يحط لك سكين تحت يقول لك هات اللي عندك وبرا، ولا بس تفرج يقول لك هذا صاحبه. هاو شاد على صاحبه عامل هذا يدي في داره وحد عليه مثلا سلاح حبي. تولي مشكلة. أي إنسان يعمل قبايل يروح بكري خويا. ظلامة الدنيا يشد داره. خاطر تو مع الدولة ما فيش أمان للتو. وقتاش الأمان؟ وقت اللي يرجع الأمن يرجع كل شيء بحول الله. خلي لك الكلمة الأخيرة. إن شاء الله ربي يستر تونس ويبعد علينا هذايا وبحول الله تونس ماشي في خط صحيح. ما دام رئيس الدولة قايم بواجب وقايم معنا بالواجب والأمن يعني قايم بواجب بحول الله تونس بخير. يعطيك الصحة. نحو لنا كل شيء. شكراً.